أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في تعزيز البنية التحتية السياحية في مملكة البحرين لا يقل أهمية عن الاستثمار في رأس المال البشري بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على إدارة هذا القطاع الاقتصادي الواعد بمختلف فروعه على نحو يحقق مستهدفات التنمية السياحية بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وخطط الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى تفضل معالي صباح اليوم برعاية حفل تخريج الفوج الأول من طلاب كلية فاتيل للضيافة بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين والمدعوين. وبهذه المناسبة نوه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة بما يمثله تخريج أول فوج من طلاب الكلية للضيافة من ربط واقعي وإدماج عملي لمخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل السياحي والفندقي في مملكة البحرين، لا سيما في ظل ما كان ولا يزال يحققه هذا القطاع من مؤشرات إيجابية ونمو متسارع من شأنه أن يسهم في مواصلة رفض الاقتصاد الوطني بمصادر دخل متنوعة وتوفير فرص نوعية للمواطنين والعمل على إبراز مكانة المملكة كمركز سياحي عالمي. وأعرب معاليه عن اعتزازه بالطاقات الوطنية الشابة المهيئة للانخراط في سوق العمل بثقة عالية لتكون لاعبا فاعلا في تحقيق المزيد من التقدم والتطور لصناعة السياحة المحلية والانطلاق من خلالها نحو السوق العالمية، وذلك بفضل الشراكة الناجحة مع مجموعة فاتيل الفرنسية التي تتخذ من المملكة فرعا لها في المنطقة وما قدمته لطلابها في البحرين من معارف ومهارات في مجال الضيافة وخبرات عملية كجزء من المنهج الدراسي. من جانبها ثمنت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء برعاية حفل تخريج الفوج الأول من طلاب كلية فاتيل للضيافة، الأمر الذي يؤكد ما يحظى به القطاع السياحي من دعم متواصل وتشجيع مستمر للكفاءة الوطنية على الاندماج في هذا القطاع الواعد. وأشارت سعادتها إلى أن تطوير كلية فاتيل للضيافة يعد من مقدمة أولويات الوزارة باعتبارها ركناً أساسياً لتنمية القطاع في إطار استراتيجية السياحة للأعوام 2022-2026، كما أعربت عن تقديرها للالتزام الذي أظهرته كلية فاتيل للضيافة لرفع مستوى العمل والتعليم السياحي في مملكة البحرين وتخريج موارد بشرية تدعم تنمية القطاع عن طريق البرامج المتنوعة التي تدعمها الكلية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الفندقية في مملكة البحرين وتعزيز تنافسيتها. بعدها تفضل معاليه بتسليم خريجي الفوج الأول من طلاب كلية فاتيل للضيافة والبالغ عددهم 29 طالبا وطالبة شهادات البكالوريوس في الإدارة الفندقية الدولية، معربا عن أمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في حياتهم العملية المقبلة. من منطلق إيمان مملكة البحرين بأهمية قطاع السياحة لكونه شرياناً مهماً في رفد الاقتصاد الوطني،
فقد سعت إلى دعم الكوادر البحرينية الشابة وفتح المجال أمامهم من خلال تأسيس كلية فتيل، والتي عملت بدورها على تخريج نخبة من الشباب البحريني يتمتع بخبرات متميزة تتوافق مع طموحات الخطط الاستراتيجية لتنمية قطاع السياحة والفنادق. احنا نشهد تخريج الفوج الاول من كليه بتيل للضيافه، ونرى ان البحرينيين راح يلعبون دور اساسي في رسم الصوره السياحيه لمملكه البحرين. طبعا اللي معروف ان قطاع الضيافه والسياحه هو واجهه البلد، واحنا فخورين جدا اليوم ان في عندنا خريجين بحرينيين راح يلعبون دور اساسي في توحيد الجهود السياحية. طبعا هذه الكلية لها سمعة عالية وحاصلة على المركز الأول في تقرير الكيو اس في فرنسا، والبرنامج مستضاف بالكامل من هناك. وطبعا أهم شيء أن 29 خريج جميعهم حاصلين على وظائف ودخلوا سوق العمل، فهذه إنجاز كبير أن الخريجين كلهم بنسبة 100% حاصلين على وظائف. هذا النجاح ما يقتصر فقط على الطلبة الخريجين وذويهم، بل هو نجاح للكلية ونجاح لهيئة البحرين السياحة والمعارض ومملكة البحرين بشكل عام. الدليل على ذلك أن معظم الطلبة حصلوا على عروض عمل، والنصف الآخر حصلوا على وظائف قبل تخرجهم. مخرجات كلية فتيل تؤكد على أهمية توفير قوى عاملة متخصصة في قطاع الضيافة والسياحة في البحرين، لكونه يعد من القطاعات الواعدة والتي تتطلب الكثير من العمل لتطويرها. الخبرة اللي اكتسبتها من الجامعة نفسها يعني كانت شيء غير عن باقي الجامعات، غير عن اللي أنا سمعت عنه قبل، يعني أو فكرتي عن الجامعة أساساً. يعني إحنا كنا وايد داشين في المجال نفسه زين، من ناحية شغل يعني حتى إحنا ابتدينا نشتغل من أول سنة درسنا فيها في الجامعة. طبعاً مثل ما نعرف إن التوريزم وايد مهم في كل مكان، خصوصاً إن الحين في البحرين قاعدين نحاول قد ما نقدر ان احنا نتطور ونجذب سياح، وهذا التخصص يفتح لنا مجال واسع، يفتح لنا اماكن وايد ان احنا نتخصص فيها. تخصص السياحه والفندقه مره تخصص ممتاز، خصوصا للطلاب السعوديين، عشان السعوديه الحين جايه على انفتاح. اهداف وطنيه وخطط استراتيجيه تعمل عليها مملكة البحرين لإيجاد كوادر وطنية مؤهلة في قطاع الفندقة، وكان لكلية فتيل دور كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال إيجاد شباب بحريني مؤهل علميا ومهنيا قادر على النهوض بالقطاع وتحقيق أهداف هيئة السياحة واستراتيجياتها. تعد مخرجات كلية فتيل أداة مهمة حيوية واستراتيجية لما لها من دور كبير في المساهمة في القطاع السياحي في مملكة البحرين، خصوصاً وإن وجود الشباب المتخصص في هذا القطاع سيساهم بشكل نوعي في تفعيل قطاع الضيافة بما يتماشى مع الاستراتيجيات السياحية بالمملكة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.